لبطولة كأس العالم؟ البرازيل وفرنسا. برازيل وفرنسا. باعتبار فرنسا حاملة اللقب، فرقة تقيلة، والبرازيل جداً. تبقى البرازيل. طبعا البرازيل مرشحة دائما في كل كاس عالم، دايما بنقولها دايما. جات ما جاتش مفيش كلام يعني. وفرنسا عشان بيبي طبعا، فريق شاب، فريق فيه عناصر مميزة جدا في كل المراكز. حقيقة يعني عندهم كمان بنزيما وبيبي. بس بنزيما